مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، اتفضل. مساء الخير. ايوه فندم، اتفضل. لا، المدام قاعدة معانا شوية، بنعمل لها دواء تركيب كده. ممكن تستنى؟ استنى، اتفضل. بس هو الحقيقة أنا فرحي بكرة، وأنا الحقيقة متوتر شوية وقلقان ومسائل، يعني من نوعية إنه فهمتك، دقيقة واحدة. ميرسي جدا، ميرسي أوي. أجيب لك 150 يا فندم. ها؟ 150 يا فندم. لحظة واحدة بس يا دكتور، لحظة واحدة، أنا هقول لحضرتك حالا 150 حالا يا دكتور. ألو؟ ايوه مصطفى، بقول لك هو بيسالني 150. بيسالني انا في الصيدليه، بيسالني 100 ولا 50؟ ها؟ بيقول لي 100 ولا 50؟ خد ال 100 اقسمها على 2، هيوقف معاك ارخص. ها؟ بس المهم تاخد الحبايه قبلها بساعه عشان تجيب نتيجه كويسه. بقولك انا حبيبي، بقولك طب انا هروح اعمل الدقيقه وهو في ثانيه. طيب ترجمة.